طلاقة الشوط السابع عشر والذي يحمل نخبة من البكار. انطلق في هذه اللحظات على بركة الرحمن الشوط السابع عشر ويحمل 25 اسما هذا الشوط. في مقدمة الشوط نذهب لإذاعة المراكز، نذهب مع أول المراكز، نذهب مع الصدارة، مع حاملة الرقم 8 العنود بطحان بن حمد بن حديد المري، وفي ثاني المراكز حاملة الرقم 14 المتحدة زايد بن مطر بن ضابط الدوسري. حرك يا ابو مطر، اهالي الخريب يطالبونك بالسلامات. وفي ثالث المراكز والتي تسللت الى المركز الثاني حاملة الرقم 11 روعة محمد بن راشد الهادري. ما شاء الله يا روعة، ما شاء الله، نتمنى لك روعة الاداء. وفي رابع المراكز حاملة الرقم 1 وحيشة خليفة بن خليفة العطية. وفي خامس المراكز حاملة الرقم 6 بنت سياف علي بن جار الله الضحاك. نعود والعود أحمد إلى مقدمة الشوط، نعود لنصف لكم مجريات هذا الشوط وما يحدث فيه في المقدمة. مقدمة هذا الشوط النارية، في مقدمة الشوط حاملة الرقم 11 روعة محمد بن راشد الهادري. ما شاء الله يا روعة، روعة في الانطلاق، روعة في الأداء، وروعة في الشكل، ورائع المضمر. في ثاني المراكز والتي تسللت وتدخل بقوة شعار خليفة بن خليفة العطية، شعار العطية مع وحيشة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا العطية، روح العطية. ثاني المراكز لا زال مع روعة محمد بن راشد الهادري. وفي ثالث المراكز حاملة الرقم 8 العنود بطحان بن حمد بن حزة، حاملة الرقم 14 المتحدة زايد بن مطر بن ضابط الدوسري. وفي خامس المراكز نذهب إلى مقدمة الشوط، نعود مع وحيشة، نعود مع العطية، مع شعار العطية. خلونا مع وحيشة. ما شاء الله ما شاء الله يا وحيشة، تبارك الرحمن على هذا الانطلاق. ما شاء الله، التوقيت في خطر. ما شاء الله ما شاء الله، بنهنيك العطية بثلاث لغات، ثلاث لغات إذا أخذت الشوط هذا، بنهنيك بالإنجليزي وبالفرنسي وبالعربي، ونقول لك من الحين الناموس. في ثاني المراكز حاملة الرقم 11 روعة محمد بن راشد الهادري. في ثاني المراكز قادمة تتسلل بقوة وتندفع، ولكن وحيشة 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 روحت روحت وحيشة روحت. تهانينا والناموس بالعربي، كونغراتيوليشن بالانجليزي، فيليستاسيون بالفرنسي. تهانينا للعطية وحيشة خليفة بن خليفة العطية. وفي ثاني المراكز حاملة الرقم 8 العنود بطحان بن حمد بن حديد المري. وفي ثالث المراكز ثاني المراكز روعة محمد بن راشد الهادري. وفي ثالث المراكز العنود بطحان بن حمد بن حديد المري. التوقيت الزمني 3:03 من الثانية. تحطم التوقيت. تهانينا والناموس يا العطية، يا مالك وحيشة. ما شاء الله تبارك العطية.